مبارك بس قول الشغل. الو لا ما فيش مذيع غيرك. الو الو الف مبروك. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يبارك فيك. كابتن احمد حسن منور. يا صقر ازيك يا صقر؟ مبروك يا صقر. الحمد لله ربنا يخليك. النهارده من اول الماتش وانت وشك فيه ثقه، احكي لنا الثقه دي كنت جايبها منين؟ والله بص يا كابتن، الحمد لله طبعا انا عايز بس احيي طبعا الكابتن ايمن والكابتن طارق والكابتن عبد الله، تحياتي ليهم وكابتن شوقي طبعا. مساء الخير يا كابتن. والله الحمد لله يمكن ربنا يخليك. هي الثقه والله، يمكن انا حتى كنت ليا في الفرقه اول امبارح وقلت ان الماتش ده هيختلف عن الماتشين الثانيين. هو اعتقد يعني كلكم ما شاء الله كده انتم عارفين ان الجاهزيه مع الدوري بدا مع المعدل اللي كان من اللعيبه اختلف، مع ان احنا بقى توقيتنا في الجهاز بعدد كبير من اللعيبه اللي بنشوفها دلوقتي في مشاركتها في الدوري من خلال لعيبتنا المحترفين اللي بيشاركوا دلوقتي. فاعتقد ان الموضوع اختلف، حتى ده اللي كان فينا الثقه. يمكن حظنا كان سيء ان احنا بدانا في اتجاه الوجود وقت احنا معدل الوقت او معدل اللياقه البدنيه بتاعت اللعيبه بتاعتنا مش 100%، فده اللي اثر علينا. انما يمكن المباراه دي اختلف الوضع بالنسبه شويه، يعني الحمد لله احنا كان عندنا تقوي. يمكن نتكلم بطبع اللعيبه كلها بتتكلم فعلا، اتحطينا في موقف صعب وكان لازم نتحمل ان احنا نخلي الموقف ده. الحمد لله اللعيبه النهارده كانوا على قد المسؤوليه وكانوا مقدرين الظروف الصعبه اللي احنا كنا فيها، وكنا محتاجين الثلاث نقطتين، لان اعتقد الثلاث نقط دول ان شاء الله باذن الله لقاء العوده كمان ما يكونش مصر اعتقد ان كابتن احمد اللي قاله الكابتن شوقي غريب في المحاضره تم تطبيقه النهارده، يعني بايه فرق الشوط الاول عن الشوط الثاني؟ سيطره كامله في الشوط الاول وصحيح ضيعنا كره او اثنين، الشوط الثاني الحمد لله هدف النين المبكر فرق معانا، ثم طلع على طول هدف محمد صلاح. ايه سبب تاخر الاهداف من وجهه نظرك كابتن احمد؟ والله بس طبعا يعني هو يمكن احنا كان الهدف ان احنا نديه لسه بثلاث نقاط، كان الهدف يمكن صحيح يؤدي اللي عليه وعايزين من اول ماتش يبقى فيه ضغط، لان احنا محتاجين الثلاث نقط ولا بديل عن كده، نسيبوا اي حاجه بعد كده احنا نتحملها او انا اتحملها. نعم المختلف يمكن طبعا لعيبه طبعا وهي نازله المجموعه اللي موجوده اغلبيتها طبعا يمكن ما خدتش خبرات كتير في التمريرات الدوليه وكده، ففي حته قلق شويه لان هو برضه مش بيفكر في الماتش، هو بيفكر في الماتش بيفكر ان السبب اللي حصل حاجه تعادل مش عارف ايه، كل دي عوامل بقى بتخلي التنسيق بتاعه يبقى اقل شويه. انك لما بيدخل تابع الماتش بيبدا ياخد احساس الكفايه نفسها يختلف الوضع، خلاص بيبدا بقى المؤشرات الخارجيه اللي هي مثلا السماء بعد الماتش تبع الفن ايه، طب لو لك صالح ايه والكلام ده كله. فيمكن كمان يمكن تكون ارضيه الملعب شويه ما خلتش يمكن الاداء يبقى ماشي بشكل تلقيم، والاهم من كده ان المباراه 90 دقيقه طبيعي ان فيها تكتلات، ولكن الفريق الكبير هو اللي بيعرف يحل التكتلات دي مع الوقت. مع الوقت طبعا اعتقد ان كده اللعيبه بتختلف، مع الوقت اعتقد ان اللعيبه المهاجره هي اللي بتفرق طريقتها واسلوبها على المباراه. مثل يا نادي زي ما حضرتك قلت ان كان في تركيبه كامله، ولكن ما كانش في تركيبه على الموضوع. حاجات قليله، ولكن كان في ثقه ان احنا الشوط الثاني هنروح بشكل افضل، لان اعتقد اللعيبه بدات تاخد ثقه، اعتقد اللعيبه بدات تتضايق، اعتقد بدات تحس كمان ان الماتش الحمد لله بقى سهل بالنسبه لنا، وسريع على كده الحمد لله حاجه بس كنا ممكن كمان نجيب كورتين. صحيح نازلين على معسكر على طول يا كابتن احمد، وهترجعوا امتى بالسلام؟ اه طبعا. احنا ان شاء الله بعد بكره ان شاء الله لحد نكون موجودين باذن الله، وعلى طول على المعسكر لانه ما فيش بقى طبعا. 5 الفجر هيبقى اول ما نوصل هيبقى 82 ساعه بس، الموضوع هيبقى في تمرينتين او 3 تمرينات، وهيبقى المباراه لان المباراه الثانيه اهم من المباراه. ده صحيح ده صحيح. اعتقد المباراه العوده اهم من المباراه بتاعت النهارده، لان اعتقد ان ثلاث نقاط دول مهمين جدا جدا ان هم دول نعم يبقى موجودين ان شاء الله باذن الله. العوده في استاد القاهره ولا في الدفاع الجوي؟ والله هو المفروض ان في استاد القاهره، ولكن طبعا انت عارف المتغيرات دايما كل شويه متغيرات، ولكن في تقديم في استاد القاهره اعتقد هيبقى في السنه ده افضل ان شاء الله باذن الله. ولكن ايا كان طبعا متغيرات المعوده فمهم ان خدنا يعني دفعه معنويه كويسه ان شاء الله، بس دفعه معنويه كويسه اعتقد في شهر 11 لو ان شاء الله عندنا 6 نقاط
اعتقد حاسين هفتح لنا امور كتير اكيد. سؤال الاخير قبل ما اقفل مع حضرتك، عمرو السوليه كان محطوط في التكتيك من بدري ولا مستواه في التمرين هو اللي فرض نفسه اساسي في التشكيل النهارده؟ ايوه شريف ايوه والله انا اعتقد ان طبعا من خلال التمرينات اللي فاتت اعتقد ان عمرو طبعا على التكتيك يعني هو كان شايف اختياراته يكون نص الملعب في ثلاثه يبقى في جزء شويه من تأمينه من اللي هو بيقدر يكمل بشكل كويس عدة كورة كمان من ضمن وقت بعيد صراحة واعتقد ان هو افترض ان هو يكون موجود او كمان الشكل ده هو اللي كان عايز يلعب بيه. الحمد لله كابتن احمد مبروك وان شاء الله عقبال المباراة القادمة. بشكرك شكرا جزيلا.